تحية من عند الله عليكم، مباركة طيبة. هذا الدكتور الظاهر أمامكم أعتقد أنه دكتور في التاريخ، فهذا الدكتور يقول وفق ما تفهم من كلامه أن مجرد التشابه بين أدبيات وجدوها في التاريخ سابقة على الزمن الذي حدثت فيه أدبيات في القرآن، وكأنه يفهم من كلامه لأن كلامه زئبقي، أي يعني من الصعب أن تمسكه بدقة، فكلامه زئبقي فنحن لا نتدخل في النوايا ونقول الله أعلم بنواياه، لكن ما يبنيه الملاحدة على كلامه من بناء فكري ويتخذون كلامه حجة للإلحاد، هذا ما يهمنا، هو النتيجة بغض النظر عن نواياه. إذن هم يدعون أن ما يفهم من كلامه هو أن وجود هذه الأدبيات، بمعنى مثلا قصة نوح هناك طوفان سبق طوفان نوح، قصة موسى هناك أيضا من رمى بطفله في النهر مثلا قبل موسى، وهكذا. فمجرد التشابه يدعي الملاحدة أنه بناء على كلامه فبالتالي القرآن هو أساطير ويأخذ من قصص كانت قبله. سأرد عليه بنقاط عديدة، أحدها هو سلسلة إعادة الخلق على قناتي. سلسلة إعادة الخلق هي عبارة عن حلقات ستة إلى الآن، وأثبتنا أن القرآن هو الذي يؤكد وبكل وضوح على التكرار والمشابهة. فالقرآن هو الذي يقول بأن قصة الخلق تبدأ ثم تصل إلى نضج معين فيعيدها الله إلى البداية، هذا الخلق بشكل عام. وربنا يقوم بعملية بدء وإعادة أيضا، ولكن على مستوى أضيق منه، هو أن يبدأ أمة ثم يدمرها ويعود فيبدأ قصة جديدة بشرية وهكذا. فمن الطبيعي أن يكون هناك قبل آدمنا هذا ألف آدم ربما، وربما ألف نوح وهكذا. فأثبتنا إذن في تلك السلسلة أن هذا شيء أقل من طبيعي في القرآن، والقرآن أخبر عنه. فأنت عندما تكتشف أن هناك شيئا من التشابه بين قصص سابقة، هذا لا يطعن في القرآن إطلاقا، بل هو الذي يخبرك بذلك، هو الذي ينوه لك لذلك، وهو الذي يدعوك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فالقرآن هو الذي يطلب منك، يقول لك أن تسير في الأرض، أن تنظر كيف هي قصة الخلق، كيف كانت البداية وكيف تطورت وكيف ستنتهي. فهو الذي يركز على البداية، لأن البداية ستتكرر وتتشابه. وعد إلى تلك السلسلة لتتوسع في هذا الموضوع. إذن أول نقطة نقول له أن القرآن مسرورا بأبحاثك، يسعده هذا البحث لأنه يؤكد ما جاء في الآيات القرآنية. إذن الملاحدة الذين يحاولون أن يتصيدوا أي فرصة كانت ويوهموا العوام بأن العلوم التي نكتشفها كل يوم هي تخالف القرآن الكريم، بينما كل من تابع تلك السلسلة علم أن القضية على العكس من ذلك تماما. هذا لو اعتبرنا أن ما قدمه الدكتور الظاهر هنا في الصورة، لو اعتبرنا أن ما قدمه هو علم، أي أنه يتكلم تارة عن مجرد تشابه، والتشابه لا يقتضي بالضرورة التطابق، فما بالك أن القرآن حتى التطابق يبرره. فإذا موضوع يحتاج إلى تأني ودراسة، الباحث عن الحقيقة لا يأخذ بمعلومات سطحية ليبرر عقده ونقاط ضعفه وشهواته. وقد اطلعت على بعض فيديوهات هذا الدكتور ووجدت هناك تناقضات كثيرة، وهناك نقاط أيضا مضيئة يجب أن يتأمل بها الذين يدعون أنهم يبررون إلحادهم بالاستناد على كلامه وكلام أمثاله. فسأذكر النقاط بالعربية الفصحى وأشرحها بالعامية حتى نصل إلى الفريقين من جمهورنا الكريم. أولا، عدم عثورك على أدبيات عند شعب معين لا يستلزم أنهم لم يتكلموا حول هذا الموضوع، بل ربما تكون هذه الأدبيات قد ضاعت. فأنا لما كنت عم بكتب هالنقطة هاي كنت عم شوف أحد فيديوهاته، فرديت عليه بهالجملة هاي كتبتها، بعدين بتلاقوا هو اللي ذكرها، يعني هو اللي رد على نفسه، هو اللي قال إنه مو شرط إذا ما لقينا أدبيات معينة معناتها تكون ما انكتبت، ممكن تكون ضاعت. فأنت إذا حابب تحلل شخصية الإنسان شوف كل فيديوهاته وتأكد من الكلام اللي عم بقول لك يا هلأ اللي أنا جبته من فيديوهاته. طبعا ما شفت أنا يمكن كل فيديوهاته، ولكن شفت عدد كبير،
فمثلا شو يعني الأدبيات؟ يعني مثلا والله شعب معين ما بيعتقد بالعذاب ما بعد الموت، بينما شعب تاني كان يعتقد بالعذاب بعد الموت. منين عرفت أنت الشيء؟ من الأدبيات اللي كتبوها. لكن أنت لو عالم حقيقي ما بتقدر تجزم أنه الشعب يلي أنت ما لقيت عنده أدبيات تتكلم عن عذاب ما بعد الموت، أنه هذا الشعب لا يؤمن بهالشيء. ليش؟ لمجرد أنت ما لقيت كتابات كاتبها بإيده عن هالموضوع، ما يمكن يكون كاتبها وضاعت. فأنت عم تشتغل على ظن، وحلو شغلك، حلو. أنت أي إنسان بيشتغل بأي مجال بأي علم حلو، لكن مو تصدق نفسك، مو تفكر حالك وصلت للقطعيات واليقينيات. فهذا الفرق. النقطة الثانية، القرآن لم يذكر تاريخا محددا لقصص الأنبياء. حتى تدعي أنت أنك عثرت على أدبيات تعود إلى تاريخ سابق على أدبيات القرآن، وإنما أنت تعتمد على تأريخ ذكر في كتب دينية محرفة أتت قبل القرآن. فأنت يعني أنت مثلا ما بتقول والله في طوفان الفلاني إجا قبل طوفان نوح، ليش أنت شو عرفك إمتى إجا طوفان نوح؟ يعني كيف عرفت؟ رجعت أنت نفترض مثلا للتوراة، رجعت مثلا للتلمود، طب إحنا مين قال لك نعترف عليهم؟ يعني أنت ليش عم تعتمد على نقاط ضعف بكتب محرفة، بعدين بدك تجمل القرآن معها وتطبخ الكل بطبخة واحدة؟ لو أنت عالم حقيقي، لو أنت باحث عن الحقيقة، مفروض تميز. فالتواريخ أصلاً لحنا ما فيه بالقرآن تواريخ، فأنت شو عرفك أنه هاي إجت قبل هاي؟ وليش ما يكون نفسها؟ ليش ما تكون قصة بالعكس إجت بعدها مثلاً؟ ليش ما يكون واحد اثنين ثلاثة؟ يعني احتمالات كتيرة. على أساس أنت عم تبني كل هالخرافات تبعك؟ مثال تاني، التشابه بين يونس والذي كان يرتدي لباس سمكة كرمز لإله الماء. إذا أنت تكلمت في أحد فيديوهاتك عن شخصية، شخص ما كان يلبس لباس سمكة ويرمز لإله الماء، وأنت تقول أو يفهم من كلامك عادتك الزئبقية بأن يونس القرآني تم اختراع قصته في القرآن بناء على تلك الأسطورة السابقة من ذلك الشخص الذي كان يرتدي لباس سمكة وإلى آخره. أولا أنت تعتبر وكأنك تعتبر أن رمز الماء عندما يدل على الإله وكأنه شيء مضحك أو وكأنه شيء مخترع. القرآن يؤكد بأن الله عرشه على الماء. القرآن يقول وكان عرشه على الماء. فأين التناقض؟ أين المضحكات؟ أين السخرية؟ أين كل شيء عندنا في القرآن منسجم مع نفسه؟ فيونس كان في الحوت، والحوت في الماء، وعرش الله على الماء. ولربما كانت تلك الشخصية التي تتكلم عنها الأسطورة أيضا صحيحة، ربما. فكونه يرتدي لباس سمكة، هناك علاقة وثيقة جدا بين الماء وبين عرش الله. فأن يتخذها رمزا للإله في ذلك الوقت في وقت من الأوقات ليس شيئا مستهجنا، فربما كان ذلك صحيح في شريعتهم، ولربما كان ذلك يوافق قدراتهم العقلية في ذلك الزمان، وربما كان أيضا أقصد أنه أيضا آت من الله. فأين التناقض عندما يكون الصادر واحد؟ فمن الطبيعي أن تتشابه منتجاته. إن كان الإله هو الذي أرسل يونس، وهو الذي أرسل قبله ذلك الشخص الذي كان يرتدي رمزا السمكة وإلى آخره، أين التناقض إن كان الإله هو ذاته الذي يرسلهم؟ فهناك تشابه بين القصص. هذا هو الطبيعي، هذا هو المتوقع. أنت لم تكتشف مفاجأة وقنبلة، على العكس تماما، هذا هو المتوقع. أم أنك تريد أن يأتي الإله ويوحي لشعب بالتوحيد ويوحي لشعب آخر بالإشراك مثلا؟ من الطبيعي أنه سيوحي لكل الشعوب بالتوحيد، لكن هم بعضهم يحرفون بعد ذلك، هذا أمر آخر. فهذه نقطة. رابعا، التشابه بين طقوس الموحدين وطقوس المشركين أمر طبيعي، لأن الشرك هو انحراف جزئي ولا يستلزم أن يكون اختراعا كليا. فمثلا كان الطواف حول الكعبة أمرا شرعيا في عهد إبراهيم، بل وأمرا عظيما. فالمشركون في عهد محمد أيضا كانوا يطوفون حول الكعبة، لكن الشيء الذي حرفوه مثلا ربما كانوا يطوفون عراتا، ربما كانوا يضعون الأصنام. إذن ليس بالضرورة عندما يحرف الإنسان بالضرورة يحرف كل شيء. من الطبيعي أن تجد أشياء صحيحة تم تناقلها عن الوحي الأول، وهناك أشياء تمت إضافتها، ولذلك وجدنا خلطة من الحق مع الباطل. أين الشيء العجيب في هذا؟ ما هو الشيء المدهش الذي اكتشفته أنت؟ أليست هذه بديهيات يعرفها أطفالنا؟ خامسا، تعدد أسماء الإله تابع للغتهم، وهذا لا يقتضي أنه بالضرورة ليس واحدا من أسماء الله أو أسماء ربنا، أو أنهم حرفوا الإسم وحافظوا على الطقوس. فالتحريف لا يشترط أن يكون كليا.
مثلا هو بيقول هذا الكلام انا ليش كاتبه؟ لانه خلال مشاهدتي لفيديوهاته فعم برد على كلامه. فلما حكى هو عن التشابه بين اسماء الالهه او الاختلاف، فالحالتين ما في مشكله، الحالتين مو دليل على شيء. يعني لما بيتشابهوا الاسماء ممكن يكون النقل صحيح. مثلا ادم بيعرف جبرائيل، فالى اليوم نحن نعرف جبرائيل. هذا التشابه ممكن، انا ايش عم بقول ممكن هلا مشان اورجيك كيف الاسلوب العلمي. بالبدايه بقول ممكن مجرد امكانيه، بعدين اذا قدرت اعطيك ادله قاطعه يقينيه فهل ممكن هذا بيرتقي لمستوى اليقين. اذا هذا خطوه ثانيه. اول شيء العالم لازم يقول كل شيء ممكن، بعدين بشوف الادله وين عم تاخده، الادله العلميه. فاذا لما انا بشوف تشابه بين اسم جبرائيل نفترض بعهد نوح واسمه اليوم بالقران، فممكن يكون هذا تشابه دليل نقل سليم لم يتطرق اليه التحريف. لكن ممكن لاقي انا جبرائيل نفسه بديانة معينة، لربما مثلا عبقول لربما بالصين، بالهند، بجنوب افريقيا، بالاسكيمو، باي مكان ممكن لاقي مثلا ما في كلمة جبرائيل، ممكن عندهم النور الاعظم، ممكن الرسول الاكرم، ممكن يعني ممكن يكون غيروا اسمه، لكن لساتهم بيعرفوا مثلا انه في قوة عظيمة هي وسيلة واسطة بيننا وبين الله. حتى اسم الله يعني ممكن يكون كلمة يهوى ولا كلمة الآب، يعني باليهودية أو بالمسيحية ممكن يكون هالأسماء هي تحريف لاسم الله، ممكن ما تكون تحريف نهائيا، ممكن تكون عبارة عن تسمية مناسبة للغتهم، لغتهم مو عربية هن، فممكن يكون الوحي أو حالهم بهالاسم هاد حتى يقدروا يفهموه وفق لغتهم. سادسا، في أحد فيديوهاته هذا الدكتور يصرح بأنه لا يطعن في الدين وإنما هي دعوة للبحث والتحري. فأنا أقول لو كانت هذه هي دعوتك فعلا فهذا شيء يشجعه الإسلام أيما تشجيع. ويؤكد هذا الدكتور أنه فقط يذكر التشابه بين موسى وبين شخص قبله كمثال، ولا يؤكد أنه هو ذاته. يعني قصده أنه مو شرط يكون ناسخين القصة بالقرآن نسخ من قصة سابقة على القرآن. طب يا أخي حيرتنا أنت، يا أما أنت نيتك سليمة والملاحدة عم يتلاعبوا بكلامك لحتى يوجهوه مثل ما بدهم. احتمال، ما بيهمنا، لحنا بنحسن الظن فيك. على كل الأحوال أنت نفسك عم بتقول الشيء يلي يناقض أي شيء يطعن بالقرآن. فسابعا، التبادل الثقافي طبيعي وينتج عنه خرافات، ولكن القرآن لا يتطرق إليه أي خلل. يعني لما القرآن المؤمنين المسلمين بيحتكوا مع الكنفوشية، بيحتكوا مع البوذية، بيحتكوا مع المسيحية، فطبيعي انه بعضهم يصير يحاول يقلد، يصير يتأثر، يتوهم، يخترع، يتخيل، يتلاعب. طبيعي ثقافات عم تحتك ببعضها، لكن هذا شغل عوام. الخرافات بيخترعوها العوام والأساطير وبيتناقلوها بين بعضهم البعض، وبعد فترة بتصير وكأنها دين، لكن وين؟ عند العوام. أما الفقهاء اللي هن عم بيدرسوا من الدين، حتى فقهاء التراث، حتى اللي احنا ضدهم جملة وتفصيلا، فتاواهم بكتبون من ألف سنة تختلف عن كتير معتقدات موجودة عند العوام. يعني الفقهاء، حتى فقهاء التراث، حتى فقهاء السلطان، شو بدك تسميهم، فتاواهم نفسها تقريبا من ألف سنة وأكثر. وبينما الخرافات والأساطير العوام بيخترعوا عندهم عالم خاص فيهم، عم بيمشوا على غرائزهم البدائية، ما عم بيخلوا عقلهم يصحح وينقح. فأنت يا دكتور لما بتلاقي أدبيات عند الشعوب هذا شيء، وكتابهم المقدس يلي الإله بعته إلهم شيء تاني. النقطة اللي بعدها، الملاحدة ما بتخلص معهم، أنت لو بدك تضيع وقتك وترد عليهم ما بتخلص، لأنه معظمهم هن مريدين للإلحاد، بده يبرر شهواته. بدل ما يقول لك أنا شهواني ما فيني أمسك نفسي، بيقول لك أنا عندي رأي فكري فلازم تحترم فكري. طبعا أنت لك الظاهر بدك تقول له بحترم فكرك، شو بدي أقول لك. لكن معظمهم هن بده يبرر شهواته فبيقول لك أنا عندي نظريتي. قصدي أنا هالكلام مهما جبت له أدلة ما راح يقتنع بشيء أصلا. ولأعطيك نموذج بسيط من تناقضاتهم، أسماء الأنبياء والرسل إجمالا اللي وردت بالقرآن، يعني نسبة كبيرة منها لقوا أنه فعلا من خلال الحفريات ومن خلال الوثائق التاريخية إلى آخره، لقوا أدلة على وجود ناس بهالأسماء. لكن مثل إبراهيم لقوا بس هيك جملة واحدة يعني بكل هالحفريات حسب ادعائهم، وحتى معظمهم كمان يعني ما بعد بيذكرها هالعبارة، يعني تقريبا ما لقوا شيء بدل على إبراهيم، هذا حسب ادعائهم. فلما ما لقوا شيء قبل القرآن أو قبل الكتب السماوية الثلاثة عم بيتكلم عن إبراهيم، فقالوا معناتها هدول الكتب اخترعوا لإبراهيم، أو قرآن اخترع إبراهيم، حسب كل واحد شو بيدعي شو بيخترع وكيف يعمل كلام مضحك يعني. فلما ما بيلاقوا شيء بيقولوا منين إجا؟
يعني منين القرآن عم يحكي الحكي؟ ما لقينا، ما لقينا لحنا شيء تاريخي عنه. وهلا لما بيلاقوا، لما مثل هون الدكتور عم بيلاقي تشابه بين القرآن وبين ما قبله من أدبيات وقصص وحضارات وإلى آخره، فبياخذوها كمان نفسها يعني بكل وقاحة، ما عندهم مشكلة ما دام هن عم بيستحمروا العوام، فما عندهم مشكلة بيحكوا كلام متناقض. ايش هن علماء أصلا؟ وينه هذا العالم يناظرنا؟ أعطيني عالم ولا حد يناظرني، أنا الفقير الضعيف لله. ما عندهم مشكلة بكل وقاحة. لما بيلاقوا تشابه كمان بيقول لك ما دام متشابهين معناتها الأخير أخذ عن اللي قبله وفبركة واخترع ونسخ ولصق في القرآن مثلا، فما عندهم مشكلة، بيحكوا الحجة وضده، بيآمنوا بالشر والخير سواء، بيآمنوا بالأبيض والأسود سواء، ما عندهم مشكلة. فشيء عجيب، إذا إبراهيم ما لقوا شيء قبل قالوا معناتها القرآن باطل. هلا أنبياء تاني مثل موسى لقوا شيء بيشبه قصته، إنه في حدا رمى ابنه بالنهر، ومدام في شيء بيشبه معناتها قصة موسى باطلة. بينما إذا بدك تحكي علم، فعدم وجود شيء بيدل على إبراهيم مثلا، هذا لا يدل على أنه إبراهيم شخصية وهمية. ليش؟ لأنه إلى تاريخ هاللحظة وفق ادعائهم أنه ملقوا حفريات، ملقوا وثائق فيها ذكر إبراهيم، مع أني أنا قريت بالويكيبيديا أنه في عبارة بتذكر إبراهيم في أحد المواضع، اكتب أنت هالشي بالويكيبيديا. لكن ولا يهمك، أنا رح أعتبر أنه ما في أي شيء بيدل على إبراهيم إلى هاللحظة هي، لا إبراهيم ولا إبراهام ولا أي شيء بدك يا، ما في مشكلة. لكن أنت عم تنفي، إذا وأنت عالم حقيقي عالم بالحفريات، أنت بتقدر تنفي أنه ما قدرت تلاقي شيء لتاريخ اللحظة. ما فيك تنفي أنه ما موجود شيء عن إبراهيم بالأرض كلها، وإلا بتكون عم تستهبل، لأنه الكل بيعرف أنه في أماكن ما وصلت الحفريات لهلأ، بل في دول بكاملها ما بترضى يصير حفريات عندها، ما بترضى لأسباب بتقلك سياسية أمنية إلى آخره، ما بيهمني الموضوع. لكن في دول بكاملها أنت ما عم تقدر تعمل حفريات فيها، جاية تنفي أنه بالأرض كلها من أول الآخرة تقدر تثبت أنه ما له موجود شيء عن إبراهيم؟ هل يعقل هذا الكلام؟ فبعدين هل وسيلة العلم بالشيء هو الحفريات فقط؟ يعني إذا إبراهيم ما حدا حب يكتب شيء عنه ككتابة، وإنما تناقلوا الكلام عنه شفاها، أو هو منعهم قال لهم إذا كتبتوا اسمي على شيء محوه مثلا لغاية ما، لأنه حنشوف إحنا بسلسلة مستقبلية أنواع الخبر بالقرآن، أنواع النبوءة، أنواع الخبر المستقبلي، وكيف القرآن ميز وقال لك النبي الفلاني مثلا هذا هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم، بينما النبي آخر بعبارة أخرى وهكذا. فكل خبر مصداقيته وقوته ومدى قدرتك على التحقق منه ورؤيته بعينك أو رؤية الدليل عليه بعينك يوم من الأيام، فاختلفت العبارة بالقرآن. فهذا موضوع تاني حنحكي فيه مستقبلا، لكن على الأقل خلينا نحكي علم، أنت لحد هاللحظة هاي ما قدرت توصل ل شيء يثبت وجود إبراهيم. هذا ضعف عندك بالبحث، ضعف عندك بالوصول للحفريات. في المقابل أنا ما بقول أنه إذا في قصص موجودة قبل القرآن ومشابهة أو مطابقة أو مجرد مشابهة هذا بيدل على أنه قصص القرآن صحيحة، أبدا مو صحيح. هذا الشيء ما بيزيد إيماني بالقرآن ولا بنقصه، مجرد أسطورة، مجرد كلام، فهذا مو دليل. على كل الأحوال أنا دليلي على القرآن هو القرآن بذاته. لو ترجع للحلقات عنا من أولها من سلسلة معجزة كتابة رحمة وبتشوف الدقة القرآنية العجيبة، فأنت بتعرف أنه بين إيديك جوهرة بتنظر لها كجوهرجي، كشخص يعمل بالجواهر، فأنت بلحظة بتشوف الدمغة اللي عليها فبتعرف أنه هاي جوهرة حقيقية. ما بيهمك لا قبل ولا بعد، ولا بيهمك تأخذ ورقة بها الجوهرة ولا أنه وثيقة، ما أنت شفتها بالمجهر خلاص. لذلك هذا الكلام كله مو علم، وإنما كلام حلو أنك تبحث يا دكتور وغيرك بهالأمور هاي، كل البحث حلو، كل أنواع البحوث حلوة، لكن عرف حجمك قدام الوحي الإلهي اليقيني المثبت علميا. كذلك التشابه في الأفعال قد يكون لتشابه الأصل الإلهي، وقد يكون تصرف طبيعي من البشر غرائزي. فعلى سبيل المثال عندما يكون لديهم نهر يعرفون مصبه، أين سينتهي النهر، فيرمون فيه أطفالهم عندما تكون لديهم أزمة أو ظرف طارئ، لأنهم يعرفون أين سيصل هذا النهر في النهاية مثلا. فما يعني اللي بقصده أنه أنت عندك شغلات كمان غرائزية عند البشر، فالتشابه بين القصص لا يقتضي بالضرورة أنه يكون قصة انتسخت من قصة، وكأنه العقل البشري ما عنده قدرة على الإبداع، وكأنه العقل البشري لازم ينسخ من غيره. فهذا الشيء مضحك هذا الكلام، لأنه ممكن لما تتشابه الأسباب تتشابه النتائج. يعني مثلا ميل الإنسان الفاشل
لا الاعتماد على ضربة حظ. هذا الكلام حول العالم كله بدون ما حدا يعرف أدبيات الآخر، بدون ما واحد بالشام يعرف شو بيعملوا الناس بإنجلترا، أو الهندي بدون ما يعرف شو عم يعملوا الناس في أمريكا. كل الفاشلين بيحبوا يعتمدوا على ضربة حظ. ليش؟ لأنه هذا شيء غرائزي، بينما الدين قال لك ارتقي على غرائزك وحكم عقلك. فمثلا لذلك بتلاقي لعبة الطاولة بالشام، بتلاقي حجر النرد بيرموا الحجر مشان يلعبوا ألعاب تعتمد على الحظ. وكمان عندهم اللوتري بمكان آخر من العالم، وهدول عندهم يا نصيب، وهدول عندهم قمار، وبكل أنحاء العالم رح تلاقي لعبة حظ. فهل يعني يا دكتور يا فاهم يا عبقري زمانك بأنه التشابه بين هالقصص هي كلها معناتها أكيد كل واحد شاف لعبة الطاولة بالشام حتى عمموها عالميا يعني؟ ولو ما شافوا لعبة الطاولة اللي بيلعبوها الفاشلين بالشام بسوريا مثلا، فلو ما شافوها ما كان حدا عمل لا لوتري هون ولا يا نصيب هنيك ولا أي لعبة تعتمد على الحظ حول العالم؟ هل يعقل هالكلام المضحك هذا؟ هل كل قصة لازم تكون نسخة عن غيرها؟ ولا لما بتتشابه الدوافع الإنسانية خاصة البدائية خاصة الغرائزية فتتشابه النتائج حتى لو ما حدا سمعان بالتاني؟ لذلك لما أنت بتشوف قصة موسى رمته بالنهر مثلا بالبحر، وغيره كمان رمى بالبحر أو بالنهر، بكل الأحوال لأنه ممكن يكون في تشابه بالأسباب، في تشابه بالظروف فأدت لنفس النتائج. أو إذا كانوا الحالتين إلهام، فبما أنه الملهم واحد فمثل ما ألهم أمه لموسى الحل بأنه ترميه في النهر، فألهم ناس قبله بأنه يرموه كمان في نهر. طبعا نهر ولا بحر باللغة أصلا في أنواع من الأنهار تسمى بحرا، هذا موضوع تاني. المهم إذا إلهام ممكن مدام الملهم واحد، يعني هو ما حدا غالي عند ربنا غير موسى من أول بشرية ليومنا هذا، يعني ما ممكن ربنا يوحي الحل نفسه لحالات متعددة ما بيعرفوا بعضهم ولا حدا سمعان بالتاني؟ شو هالشي العجيب المستحيل؟ يعني صرنا عم نحاول نوضح بديهيات عقلية، أمور ما كان في داعي نوضحها. وهكذا قيس انت كل التشابهات اللي شفتها، اما شيء نابع من البشر نفسهم التشابه، او نابع من الاله الواحد لكل هالبشر فبالتالي حلوله متشابهة ببعض الظروف. يعني شو هالشي العجيب؟ النقطة اللي بعدها، كان في اثنين مستضيفينهم على الفضائية، هذا الدكتور وواحد تاني. انا ما في داعي يقول اسمه للدكتور بما انه طلابه بيعرفوا اسمه من صورته، فانا كلامي اليوم مع طلابه تحديدا. فهداك الشخص اللي كان مع هذا الدكتور موجود بالمقابلة طعن بمنهجية دكتور ثالث كمان بلاحدة بيعتمدوا على كلامه، كمان بيحكي على الأديان وأصل الأديان ومنين طلعت الأديان ومن هالكلام هذا. يعني بيفهموا الملاحدة أو عم بيحاولوا يصوروا أنه يعني الأديان هي اختراع بشري، يعني هيك يفهم من كلامه كمان. أما هو أنا ما شفت له يعني فيديوهات، هذا الدكتور الثالث اللي هو فراس السواح ما شفت له كتير، لكن حتكون مفاجأة الكون، مفاجأة صاعقة بآخر هالفيديوهات، مقابلة بين فراس السواح الدكتور ودكتور صاحبنا في هذا الفيديو. إذا كان دكتور نهاد مع شخص تاني بمقابلة عم يحكوا عن الدكتور فراس السواح، فهداك طعن بمنهجية فراس السواح العلمية. فإجا هذا الدكتور العراقي وقال إنه فعلا في خلل بمنهجيته علميا. حلو، يعني شو يعني؟ يعني عم يوصل لنتائج بيخترعها من عقله من غير أدلة حقيقية علمية. طيب ما هداك فراس السواح اللي هو سوري كمان ملاحدة كتير معتمدين على كلامه، كمية كبيرة من البشر معتمدة على فراس السواح وأمثاله أصدقائه وزملائه بنفس الفكرة، بنفس الفكرة تقريبا يعني نقد للأديان. فزملائه نفسهم عم يطعنوا بمنهجيته العلمية. ولو أنت واجهته لفراس السواح بالكلام اللي حكوا عليه فأغلب الظن حيقول لا هن اللي عندهم منهجية علمية فيها خلل وعم يصل لنتائج من غير مقدمات صحيحة. فإذا هالكلام هذا كله بدل على أنه كل هدول اللي عم ينقدوا الأديان هن عبارة عن ناس ظاهرهم مصطلحات علمية، لكن هن بالحقيقة إن يظنون إلا ظنا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لأنه العوام المساكين كتير منهم بينخدعوا بالمصطلحات العلمية التخصصية اللي أنا أكتر شيء بحاول بعيد عنها، بحاول حاكيك بالعامية، بحاول بسط لك. بس في عنا لحنا بالقناة أجانب كتير مسلمين ما بيعرفوا غير الفصحى، بيرجع بضطر ارجع للفصحى. أما طول حياتي بحب التبسيط، لما أنا بدي درس حتى ما كنت درس كمبيوتر بيعرفوا طلابي كنت بسط تبسيط عجيب،
لأنه هدفي أني أعلمك، مو هدفي أني أعمل حالي عليك يعني شخصية فوقية. المهم العامي لازم ما ينخدع المصطلحات التخصصية، لأنه في مثلا أطباء درسوا فعلا وبيعرفوا مصطلحات، لا وبيعرفوا علم، يعني لسه الطب فيه علم أكثر من موضوع التاريخ والحفريات، لسه فعلا عم بيشوفوا بعينهم كبد ويشوفوا معدة ويشوفوا يعني في حقائق قدامهم، أما هدول عم بيظنوا ظنان. ومع ذلك الأطباء بيعرفوا علم بعضه حقيقي فعلا وبيأهلهم ليعالجوا، ومع ذلك في طبيب بيتنكر للمعلومات تبعه وبيغشك، بيتنكر للقسم اللي أقسمه إنه ما يتحرش بامرأة إجت لعنده على العيادة مشان يفحصها، ومع ذلك بيتحرش، وفي منهم بيغتصبوا، وفي منهم بيكتشفوا جرائمهم الجنسية بعد سنين طويلة، وبيطلع بسجله عدد من الاغتصابات مثلا بيخدرها على أساس بده يعالجها فبيغتصبها بهالوقت، بتفيق هي ما بتعرف شو صار معها، وقصص قصص يعني عجيبة جدا. ومين؟ أطباء. فهو كون إنسان لديه حقائق علمية هذا لا يستلزم بالضرورة أنه يكون هو أمين مع الحقائق العلمية اللي بيعرفها، ممكن يوصل لك إياها محرفة بنسبة صغيرة حتى يضوعك، أو بنسبة كبيرة حتى يدمرك. المهم أنه معظم الملاحدة أو دعاة الإلحاد، يعني مثلا دعاة إلى الله بدهم ثواب إذا كانوا صادقين، طب هدول ما بيأمنوا بالثواب، ليش عم يدعوك للإلحاد؟ ليش عم يقتطعوا من وقتهم ويضيعوا معك؟ ليش؟ لأنه بالدنياك معظمهم إذا ما كانوا كلهم أنك تكفر بالإله وتجعلهم هن آلهتك، تصير تسألهم وأنت دكتور شو رأيك بالقصة الفلانية؟ طب دكتور شو نظرتك للاقتصاد؟ طب دكتور شو رأيك بالكذا؟ فيصير هو مرجعيتك لأنه هو فهمان، غير لك حياتك، نقلك من واحد مسكين يا حرام جاهل تتبع الدين يا حرام قديشك مسكين، فخلاك تتنور وتصير حيوان ما عندك لا أخلاق ولا أي مسل، تخترع أخلاقك أنت اختراع، كل واحد بيخترع أخلاقه على كيفه حسب مصلحته، ومعك اكتئاب ومعك ضياع نفسي وصار عندك فراغ، فما بيملي غير هالشخص اللي أنقذك، اللي أنقذك من الدمار اللي أنت كنت فيه، فبصير هو مرجعيتك. النقطة اللي بعدها، كلامه عن دوافع الإنسان لاختراع عقيدة ما هو شيء يركز عليه القرآن كثيرا ويراه من الأمور الهامة النافعة جدا كي تحلل نفسك ولا تضحك على نفسك، لأن النية الصافية في طلب الحق هي أكثر شيء أهمية في الدين. فكل تحليلات الدكتور هذا بصورة إجمالية مهمة وجميلة ويرحب بها الدين جدا، ولكن القرآن ليس من هذه الخرافات، بل هو الذي يحذر منها ومن الدوافع لارتكابها. فأنا أوافق هذا الدكتور في 90% من نقده لأسلوب تناقل الخرافات جيلا بعد جيل، وهذا صحيح ومعروف وتكلمنا نحن عنه كثيرا وتكلم غيرنا عنه كثيرا، لأن هذا موضوع يشغل المسلم الحقيقي، هو كيف يصل إلى الحق، كيف يصل إلى المعلومة الدقيقة الصافية بعيدا عن الخرافات وبعيدا عن أهوائه. أحيانا هو يحاول أن يجر المعلومة إلى مصلحته دون أن يشعر، فيأتي الدين ليركز على نيته. إذا باختصار هذا عم يحكي شيء بديهيات، عم يحكي شيء حلو، لما بينبهك أنه أوعى تصدق أي شيء، كتير حلو كلامك بس أنت ما جبت شيء يعني عظيم، شيء ما بنعرفه، ما القرآن بيقول لنا هالكلام ليل نهار. رجعنا لحلقاتنا اللي فسرنا فيها القرآن وشوف الآيات اللي بتدفعك دفع لأنك تنقح أفكارك وتدقق بنواياك. فما بعرف أنت شو القنبلة اللي اكتشفتها يعني، وشو بيقول الدكتور هاد بأحد فيديوهاته، قال له طب منين يعني، سأله المذيع ما معناه أنه طب منين نجيب الأخلاق إذا إحنا ما في أديان، فبيقول له العلم يعلم الأخلاق. يعني أنت عم تستحمر الناس ولا عم تستهبل ولا أنت بتعرف أنه في نسبة كبيرة من الناس هي حابة تلحد وحابة تبرر شهواتها وما حيدققوا بكلامك أصلا؟ يعني العلم يعلم الأخلاق؟ يعني اللي رمى القنابل على اليابان هذا مو علم؟ هذا علم زرة؟ في أكبر من هيك علم؟ طب رماها على اليابان وقديش في أبرياء راحوا بالموضوع؟ طيب الأطباء ما تعلموا علم؟ مو علم؟ ليش ما علموا الأخلاق؟ ليش في نسبة كبيرة منهم تختصب مرضاهم؟ يعني تختصبها وهي ما عرفانة وهي مخدرة وهي غرفة العمليات وإلى آخره. روح شوف اليوتيوب وشوف القصص، شوف الوثائق، شوف الحقائق وإلى آخره. ليش العلم ما علمهم الأخلاق؟ هذا كلام فارغ. أولا معرفتك بأنه هالسلوك خاطئ ولا صواب بحد ذاته صعب تعرفه لوحدك، لأن ممكن أنت تنظر لقضية مثلا الشذوذ الجنسي من ناحية وتلاقيها جيدة بعقلك وبنية صافية منك، ويجي واحد تاني كمان بنية صافية وبعقله بدون وحي إلهي ويلاقيها أنه جريمة. انت مثلا بتنظر انه يا اخي هذا حقه، هذا شخص شاعر بشهوة تجاه شخص مثله بنفس الجنس فحقه حريته، فانت عن نية طيبة نظرت من هالمنظور هاد، ما بدك تلجأ للوحي، ما تخترع من رأسك اخلاق وافكار. اجا شخص تاني كمان مثلك ما بيأمن بالاديان،
لكن هو نظر له من جانب تاني، قال يا أخي إذا بكرة كل واحد بده ينام مع الجنس اللي مثله يصير اسمه مثلي، معناتها حتنفنى البشرية بعد فترة، وهذا الشيء كمان حيحرض الأطفال. ما بصير أنت مثلا تعلن زواجك المثلي قدام الأطفال، بصير الأطفال كمان تتشوه فترتهم، فممكن أنت عتشجعه أنه بكرة يكبر وما يجيب أولاد. فإذا هلأ بأوروبا معروفة أنه أوروبا تتجه نحو الانقراض، ولولا المهاجرين إليها لكان وضعهم صعب. هذا كله على الرغم من أنه قسم كبير من أوروبا بحارب الشذوذ الجنسي إلى اليوم، فما بالك لو انتشرت أكثر وأكثر. فإذا أنت كيف بدك تعرف أصلا تعرف إذا صح ولا خطأ سلوكك؟ فما بالك أنك لو افترضنا أنك عرفت لوحدك الحقيقة، يعني أنه السلوك فعلا صحيح أو فعلا خاطئ، فننتقل لمرحلة تانية، أنه أنت منين بدك تجيك القدرة على تطبيق ما تعتقده؟ يعني واحد بيعرف أنه مثلا الدخان بيضره، مع ذلك ما بده يترك الدخان وما بيقدر يتركه، بيقول لك أنا ضعيف قدامه. إذا لا يكفي أن تعرف أنت العلم يعلم الأخلاق، كلام فارغ هذا، لأنه لا يكفي كمان أنه أنت تعرف أنه هالشي مضر، منين بدها تجيك القدرة على أنك تنتصر على أهواءك وشهواتك؟ هون بيجي الدين بيخوفك من النار، ما بيقول لك خلص أنت هيك طبعك أخي، خلص نسايرك معليش كذا، مثل بيعمل علم النفس الغربي، لا، بيقول لك بدك تصير إنسان صالح إجباري عنك، بيخوفك بجهنم وبيشجعك بالجنة، ففي عندك تحريض معنوي لحتى تقدر تغير من شخصيتك. وهذا اللي أثبته بعدين علم نفس حديث، وقالوا أنه أنت فعلا فيك تخرج العملاق من داخلك وتغير من نفسك كتير، وأنت لازم تركز بالطاقات اللي بداخلك وتستثمرها. طيب ما هو هذا الدين اللي بيعمله، هذا الدين بيضغط عليك حتى يدفعك لاستخراج أشياء من داخلك أنت مفكر حالك أضعف منها. فالعلم لا يكفي لأن تكون صاحب أخلاق. النقطة اللي بعدها، التحريف والخرافات الموجودة في التوراة والإنجيل لا ذنب للقرآن فيها، ولذلك الدكتور يركز على التوراة والإنجيل، لذلك أنتج حلقة خاصة بأصول اليهودية والمسيحية في حضارات سابقة ولم يذكر الإسلام. وهلأ تركت لكم هالمفاجأة لآخر الفيديو. أنا بالنسبة إلي تحليل شخصية الإنسان مع احترامي له من أوضح ما يكون، ولو بتجيب واحد محلل نفساني حتى بسيط ماله يعني أخذ شهادات عليا بعلم النفس رح يقول لك نفس كلامي. ومع ذلك ما فينا نجزم 100% بالكلام اللي حقوله، لأنه بالأخير ربنا هو الوحيد المطلع على النوايا. لكن أنا عم بحكي لك هلأ عن الانطباع اللي صار عندي، مجرد انطباع بعد ما سمعت له هالمقطع المخزي الصاعق، يلي إذا ما كان بيجزم بحقيقة الإنسان بيخلي عندك شك كبير بنواياه كيف يستحمرك. رح نشوف سوا المقطع البسيط. بدأ التمنيش يزداد مع الزمن، أولا وضعها في الحاشية، ثانيا بدأ وصل الحد في التوراة أن يطلعها من الرجل من ضلعه. إذن أول شيء عم يحكي عن تحقير المرأة في الأديان، وعرج على الديانة اليهودية. يعني أصبح هو خالق، يعني هو صانع لها. شوف دكتور فراس متفق مع المسألة دي. هلأ شوفوا قديش هو متحمس، قديش عم يحكي بقوة واثق من حاله، وشوف تعابير وجهه. رجع أنت بالفيديو لأوله، شوف تعابير وجهه، شوف الثقة، شوف هيك بتحس يعني دكتور مالي مركزه. شوف هلأ كيف بيتنفس، شوف شو بده يصير. هذا فراس السواح يلي قاعد مقابله. أصبح هو خالق، يعني هو صانع لها. شوف دكتور فراس متفق مع المسألة دي. كل هذا لحد كبير أنا متفق معه، لكن إذن قال لحد كبير أنا متفق معه، لأنه فراس السواح هو كمان دكتور بهالمجال، لكن لربما يكون أقدم منه، أعتقد يعني أكثر شهرة من هذا الدكتور العراقي الجديد. إذا أنا ما عم بستشهد ضده لهذا الدكتور العراقي بعالم شريعة سوري، أنا عم بقول عراقي وسوري مشان ما أذكر اسمه للدكتور العراقي، أما هو طبعا ما دخل الجنسيات بموضوع، لكن أنا هيك سياستي بالقناة ما بحب أذكر اسم حدا اللي أنا بكون عم بنقده، لأني بدي أنقد أنا فكره مو شخصه مو اسمه. إذا أنا ما عم جيب لك عالم شريعة عم بنقده، أنا عم جيب لك عالم مثله فراس سواح، قال أنا متفق معه بأكثر ما قاله، ما هن الاثنين بمجال واحد وبتوجه فكري واحد إجمالا. لكن أقول حواء في القرآن ليست مسؤولة عن صحيح يعني. إذا أول شيء أعطى مقدمة، قال أنا موافقه إجمالا للدكتور العراقي، أنا موافقه إجمالا، ولكن شيء خطير. لأن طب ليش عم يقول ولكن؟ لأنه بده يدافع عن القرآن. فراس السواح اللي هو ضد الأديان عم يدافع عن القرآن، فلذلك قال ولكن، لأنه هداك بكل فيديوهاته اللي شفتها أنا للدكتور العراقي هاد ولا مرة مدح القرآن بحرف واحد، هذا إذا ذكره أصلا. فلكن هذا فراس سواح قال ولكن، يعني أنا أختلف معه بأنه أنا أدافع عن القرآن. ليش؟ لأنه أنت يعني مآمن بالقرآن، أنت بدك تصير هلأ مسلم وتلتزم بالعبادات وإلى آخره. لا، بس عم يحكي ضميره الشخص، لأنه بهاي الحلقة بالذات قبل هالمقطع هاد بيسأله المذيع يعني إنه شو رؤيتك لله وكذا، فبيقول له أنا بالفترة الأخيرة
يعني صرت اشعر انه انا بدي، ما عاد اذكر بالضبط شو عبارته، لكن ما معنى انه انا بحافظ على الله في قلبي وافصله عن عقلي، لانه عقله يعني ما واصل لادله ولا اخره، لكن هو يحافظ على الله في قلبه، يعني ما له ملحد. فربما ربما عم بقول لا اعلم، بما انه عم بتقدم فراس السواح بالسن، والانسان بيكون مثلا يعني بفتره الشباب عايش ببيئه متدينه مسلمه، متدينه بشكل خاطئ، وهو اذا بترجع للويكيبيديا وتشوف عائلته للسواح عائله متدينه حسب ما اذكر اللي قريته، انه دارسه بالازهر كمان. فمن عائله متدينه متشدده طبيعي واحد يكره الدين، طبيعي جدا، وطبيعي ينشا عنده رده فعل بفتره المراهقه وما بعد المراهقه وتمتد معه لفتره طويله من عمره، وهو عم يرتكب رده فعل على فعل تم ضده. يعني عم بقول لربما كمثال تبسيطي، انه يمكن يكون مثلا ابوه ضغط عليه بيوم الايام، كبته، خنقه باسم الدين، فبده ينتقم من ابوه وبده يورجي ابوه انه انا افهم منك وبعرف اكثر منك وانا دارس على مستوى حضارات وشعوب وعلى مستوى العالم وعلى مستوى الديانات، فالف كتب وكان نيته انه يورجي ابوه قديش انا بفهم، وما كان لك الحق انك تكبتني لانه انا عالم وبعرف الى اخره. يعني رده فعل طبيعيه، وهذا الشيء ذكره القران، قال او اشد ذكرى. تصور الله عم يطلب من الناس انه لو تذكروا الله انتم مثل ما بتذكروا ابائكم، يعني بيكون انجاز عظيم، لانه الانسان حي حكيناها في فيديو سابق، بتلاقي ابوه بالذات بعقله بيحب ابوه، ما بيحبه بيضل بعقله، ليش؟ بده يثبت له شيء على الكبر، بده يثبت. فهذا الشعور الغرائزي تحكم بكثير علماء بالتاريخ، كثير ناس ودباء تكلموا وعملوا وساووا تحكم فيهم، لكن كل ما قرب الواحد كبر بالعمر ببلش بقى يخلص من هالعقده النفسيه ويتوجه نحو الحقيقة فعلا بغض النظر عن عقده النفسية بالطفولة. فربما أنا أقول ربما السواح بما أنه تقدم بالعمر، ولربما يكون أنا بعتقد أكبر من الدكتور العراقي، وإن كان هذا مو دليل يعني، المهم فعبي يقول له أنت شو آخر أخبارك مع الله؟ قال له أنا لقيت أنه خليه بقلبي بالفترة الأخيرة، هيك قال له السواح، بالفترة الأخيرة لقيت أنه خليه بقلبي. إذن أفكاره بالفترة الأخيرة تختلف عما قبلها، فبقول يمكن لأنه بيخاف من الله على طريقته الخاصة، بيخاف من الله فحب يحكي ضميره، حب يحكي الشيء اللي وصله بأمانه. فعقله يمكن ما قدر يوصله أنه القرآن هو 100% من عند الله، ممكن عقله ما قدر يوصله للآن، يمكن هلأ بلش هو بمرحلة أنه ينظر للقرآن بطريقة تختلف عن الأول، يمكن هلأ بلش خطوات، يمكن تنضج معه بعد سنوات، يمكن يموت وربنا يحاسبه على قد قدراته العقلية، يمكن يعزره بسبب عقدته الطفولية إلى آخره، الله أعلم. لكن المهم حسب رؤيتي أنا، وأنت شوف نظرتك واستشير محللين نفسانيين عن هالفيديو هاد اللي هلأ عم تشوفوه. أنا أعتقد يغلب على ظني بشدة والله أعلم أنه فراس سواح عم يحكي بكل هدوء، ما في عنده اي توتر. انت شوف التوتر اللي حيصير هلا بالدكتور العراقي، ما عنده اي توتر في راس السواح، بيحكي معتقداته بكل مصداقيه وكل اخلاص. يعني يمكن اذا التقى بربه يوم الايام فيقول له وانا يعني وعزتك وجلالك هذا اللي انا وصلني، هذا اللي استوعبه عقلي، ما استوعبت انه القران من عندك، لكن وجدت فيه شغلات مضيئه، فيمكن هيك منسجم مع نفسه فمرتاح. اما شوف القلق اللي عند الدكتور الثاني. فاذا شو كان عم بيحكي هون؟ عم بيقول له انه القران، انا بختلف مع الدكتور اللي بواجهه، بختلف معه بأن القرآن عظيم. شوف كيف قاله، لأن حد كبير أنا متفق معه، لكن أقول حواء في القرآن ليست مسؤولة عن الـ صحيح، ليست مسؤولة صحيح. فقال لهما لهما فأكلا منها، يبقى الإثنان فكده كله دائما الثاني 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 حواء غير مسؤولة بس في التوراة موجود مسؤولة اي طبعا في التوراة هو عم أقول نحن الآن نقرأ القرآن حواء ليست مخلوقة طبعا. إذا كان عم يحكي الدكتور العراقي عن احتقار الأديان للمرأة، وما عبي يعني ما عبي يجيب مديح للقرآن، ما عبي يستثني القرآن، فعب يقول إنه يعني الأديان، وذكر كمثال التوراة إنه فيها احتقار. يعني مثلا فكرة إنه حواء هي اللي طلعت آدم من الجنة، يعني هي فعلا خرافة بيتناقلوها لهلأ المسلمين ببعضهم، بيقول لك طلعت أبونا من الجنة، يعني مع إنه القرآن بريء من هالفكرة، لكن عوام المسلمين من جهة محتكين مع اليهود والنصارى، اخواننا وحبايبنا اليهود والنصارى وكل المؤمنين بالعالم، فمحتكين فيهم فبتناقلوا خرافاتهم، وكمان في عندهم احاديثهم الضعيفه والمكذوبه كمان بتناقلوها كخرافات وهكذا. اذا هي خرافه بس ما لها موجوده بالقران، فتهمت انه المراه هي اللي اخرجت ادم من الجنه ما لها وجود. فعم بيقول له الدكتور السواح انه كل الخطاب بالجنه كان عن اثنين اثنين اثنين، مثل ما قال يعني خطاب لادم وحواء لاثنين سوا، حتى حواء ما ذكر اسمها، يعني احنا نقول حواء هيك يعني مثل ما بيقول التراث، اما ما ذكر اسمها حتى، فما في عليها مسؤوليه انه هي اللي اغوت ادم وانه هي اللي وسوست له من هالكلام هذا، ما في هيك شيء بالقران. فاذا دافع السواح عن القران
واعترض على كلام الدكتور العراقي يلي فيه تعميم على الأديان كلها، اعترض عليه بأن القرآن حالة خاصة من الرقي وعدم العنصرية وعدم ظلم المرأة وعدم ظلم أحد، لأنه بعض البلدان الأوروبية مثلا مشان تعوض ظلمها في الماضي للمرأة فصارت اليوم تعمل قوانين بمصلحة المرأة، لكن إلى حد مبالغ فيه فصار ينظلم الرجل. لذلك في بعض البلدان الأوروبية مو بس الرجل العربي لما بيروح عليها بينزل، حتى الرجل الأوروبي بهذيك البلاد كمان بيشعر بشيء من الزل، وهذا حكينا عنه وثبتناه بحلقات قديمة. نرجع للتحليل النفسي للدكتور العراقي. لاحظت شكله كيف تغير؟ شوف شكله كيف كان بالبداية، شوف لما كان عم يحكي بقوة بدأ التهميش يزداد مع الزمن، أول وضعها في الحاشية، ثانيا بدأ، وشوف بعدين لما اعترض عليه السواح شوف جوابه شو كان، شوف جوابه شو ضعيف، جواب متهافت، جواب مضحك. ليش؟ لأنه هذا مو جواب أصلا، مو جواب علمي. شوف شو جاوبه، هو غير مسؤول بس في التوراة موجود مسؤولة. ايه طبعا بيقول له أنه ما له موجود هالحكي بالقرآن، بيقول له ايه بس يعني بالتوراة موجودة. طب يا أخي أنا عم بحكي لك على القرآن، يعني أنت ليش عم بتعمم؟ ليش عم تعمم على الأديان كلها؟ قول القرآن يا أخي حالة خاصة، ولا أنت حاقد على القرآن؟ معقد وأنت طفل معقد من بيئتك الإسلامية قد تكون، شو قصتك؟ ليش عم تعمم؟ قال بيقول له القرآن ما فيه شيء، بيقول له إيه بس التوراة فيها شيء. يا أخي أنا عم بحكيك على القرآن. طب أنت عم تحكي على التوراة، اعترف إن القرآن منزه. طب أنت ليش ما حكيت عن عظمة القرآن بكل حلقاتك؟ ليش هلأ حتحكي؟ هلأ حيعترف بعد ما أحرجه السواح لما لفت الانتباه لهالنقطة. فشوف شكل وشه كيف صار للعراقي، وشوف كيف بعدين بيعمل حركة بلسانه، بيحرك تمه من خلال لسانه بحركة معينة معروفة عند اللي بيشعر بالإحراج، عند الشخص اللي بيشعر أنه وضعته أنت بخانة ضيقة، أنه أنت وضعته بزاوية وضغطت عليه. فبيعمل حركة بلسانه بيحرك فيها تمه، بعدين بيبلع ريقه، بيبلع ريقه. هون دليل الإحراج الشديد، دليل على أنه طبعا ما فينا نقول دليل 100% لأنه القلوب ربنا اللي بيشوفها، لكن أنا عندي غلبة ظن 95%، وبالنهاية الله أعلم، لكن أنت حكم أو على الأقل تثبت أن الكلام اللي عم بيقول لك إياه، بس ما بدي شيء منك أنا. فغلبة الظن الشديدة اللي بيعمل هيك بعلم النفس بيقولوا عنه أنه محرج، وشعر بأنه أسلحته تتكسر وأنه ممكن ينكشف على حقيقته. وأنا بضيف أنه هالإنسان هاد غالبا محب للشهرة، فلما شعر انه حيحرج امام الناس وتكشف حقيقته بلع ريقه وعمل حركه بتمه، لانه الاضواء بتهمه كتير، هو بده ينشهر، بده ياك انت تعظمه، بده ياك تامن فيه كمنقذ للبشريه من الله ويصير هو الله والعياذ بالله. فاذا ارتبك اما شوف السواح شو ما بتحاكي عادي عم بيجاوب بهدوء ورزانه وتماسك، لانه على ما يبدو والله اعلم عم يحكي ضميره، عم بيحكي الشيء اللي مآمن فيه بغض النظر مآمن فيه صح ولا غلط، بس عم بيحكي ضميره. أما هاد على ما يبدو والله أعلم بكذاب، وبيعرف حاله كذاب، عم بيخدعك وعرفان حاله عم بيخدعك. فلما حس إنه اللعبة تبعه رح تنكشف فعمل الحركات هاي المعروفة بلغة الجسد، ورجع شوف تعابير وشه مرة تانية. نحن الآن نقرأ القرآن وحواء ليست، يعني نحن نقرأ بثقافة ليست طبعا حتى أن حواء ليست مخلوقة من بل آدم عند في القرآن، وليس لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، لم يذكر حواء، ولم تخلق من ضلع آدم غير موجود، ولم تقطف الثمرة، ولم تقطف الثمرة، هي ليست مسؤولة عن إخراج آدم من الجنة، لا تحمل التهمة وحدها، لا أبدا، هذه أسطورة توراتية، لدينا آدم وحواء ولدينا الجنة، لكن انظر الفرق. المرأة لا تحمل المسؤولية، المرأة لم تخلق من ضلع آدم، لا يوجد نص قرآني عن خلق حواء، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذا كل شيء عن خلق حواء، لم تذكر شيء عن خلق حواء. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. وكل هذه الاتهامات من أين أتت؟ من التوراة، من نص التوراة، من التوراة ومن الشروح. لا بالنسبة بقى للمفسرين والفقهاء. إذا هلأ هذا الدكتور العراقي غير سياسته، صار هلأ بقى بده يثبت لك أن القرآن عظيم فجأة. طب ليش بحلقاتك كلها السابقة ما سمعنا الكلام؟ ليش لما أحرجك السواح هلأ صرت أنت عم تدافع عن القرآن، بل عم تتفنن أنك تزاود على السواح نفسه وتظهر أمور ما ذكر السواح عن عظمة القرآن؟ ليش؟ لأنه حسب التحليل النفسي والله أعلم أنه هذا الإنسان قد يكون
هو محب للشهرة بأي ثمن وبأي شكل كان. محب للشهرة بده يشعرك أنه هو الدكتور الأعظم، العالم الأعظم، الفقيه الأعظم في التاريخ، في علم التاريخ وعلم الأساطير وعلم الديانات. طيب، فهو كان عم يحاول يوجه علمه بطريقة معينة تنسف الأديان كلها، وبنفس الوقت يشعرك أنه هو العالم الأكبر. لكن لما تغيرت الظروف وإجا دكتور مشهور جدا وأخذ الموضوع نحو مديح القرآن، فمدام صار هاد هو حدث الساعة، ومدام ما بيقدر العراقي هاد يتنكر للشي اللي حكى السواح، فأفضل حل إنه يساير هالموجة يلي جاي عليه، بل ويركبها، بل ويتفوق على الذين من قبله. فهلأ صار بقى يتشاطر ويتنافس كيف بده يدافع عن القرآن. فجأة سبحان الله، فشوفوا شو حكى، شوف شو أضاف، شوف شو أبدع. طبعا شارحين يعني ابن عباس وجماعته مثلا، هم عندما شرحوا أضافوا أشياء كثيرة من التوراة ومن غيرها ومن تصوراتهم بالمناسبة. فهو حجم الميثولوجيا بالإسلام ليس من القرآن أبدا، حجمه جاي من التفاسير وغير التفاسير، يعني الشراح الذين ومن السيرة، ومن السيرة النبوية، يعني من السيرة يعطون حقيقة. يعني أنت لما تقرأ ابن عباس تقول هذا مؤلف الميثولوجيا الأول في الإسلام. يعني ما شاء الله، يعني صار لما عم يحكي هلا بتفكر الدكتور محمد شحرور ربنا يرحمه، بتفكروا عم يحكي؟ يعني صار عم يميز يا أخي، عم يقول لك القرآن ما له ذنب، القصة كلها بالتراث، القصة كلها باللي اخترعوا الرواة، ناس عم تروي أمور تتعارض مع النص القرآني. فأجوا الفقهاء اعتمدوا على الروايات وتركوا القرآن وتركوا تدبر القرآن. ما بعرف أنا إذا بتسمع هالكلام هذا وما بتعرف شيء عنه لهذا الدكتور، بتفكره أنه هذا يا محمد شحرور تاني، يا أما من أفضل تلامذة الشحرور، أو يعني فجأة انقلب. لأنه غالبا والله أعلم حس أنه حيطلع شيء مخالف ويفضحه ويكشف حقيقته، وأنه هو بده الناس تكره الأديان كلها، الكتب السماوية كلها، يطعن فيها كلها. فلما شعر أنه اللعبة اختلفت وما فيه يقدر يرد على السواح، فاختار لعبة ذكية كتير ومعروفة عند السياسيين باسمها لعبة ركوب الموجة. فركب الموجة وصار بقى فجأة بطل أسطوري جديد، وغير سياسته وطلع القرآن ماله ذنب سبحان الله. فبتمنى منكم أحبائي يلي بتسمعوا لناس متخصصين لكن معظمهم غير شرفاء، ماله مخلصين للمعلومات اللي بيعرفوها، أو بيعرفوا شيء قليل لا ينفع بأنه يعطي نتائج قطعية وبيصور لك إياها على أنها أبحاث هامة جدا وعظيمة. فكل اللي بدي اياه منك بانك تسمع لهاد وتسمع لهاد وتسمع للدنيا كلها اذا عندك وقت فاضي، لكن بعد ما تتدبر كتابك، بعد ما تفهم كتابك الكريم، بعد ما تحافظ على المعجزات العظيمه الموجوده بقرانك الكريم، وتعرف انه ربنا ما بينضحك عليه. اذا كان انت بدك تلحد لتبريرات واهيه فربك بيعرف نيتك، واذا كنت انت مغرر فيك ومسكين وما عندك منهجيه علميه تقدر تميز الذهب الحقيقي من التقليد، فبهالفيديو هاد فهمناك شيء من المنهجية العلمية، شيء من كيف انت تقدر تميز الغث من السمين. واذا بدك ادلة كتيرة جدا وذكرت لاول مرة في تاريخ الاسلام عن اعجازات القرآن الكريم، فرجع للفيديوهات القديمة بهالقناة وتابعها فيديو ورا فيديو بالتسلسل، لانه هي اكاديمية، يعني في عنا تسلسل المعلومة. بالفيديو الثاني ما منعيد الكلام اللي حكيناه بالفيديو اللي قبله حتى ما يصير ملل، فدائما اللي احنا بنبني على المعلومة اللي قبلها، فما فيك تفهم شيء إلا إذا تابعت المعلومات حلقة حلقة ومن البداية من أول حلقة وصولا إلى حلقتنا اليوم. وربنا يجعلنا كلياتنا كما يرضى عنا، باحثين عن الحقيقة أينما كانت. لو سبت لي أقسم بالله، مرت علي فترة بشبابي، لو سبت لي أن الله يرضيه أن يكون بوزي لصرت بوزي، مسيحي صير مسيحي، أي شيء أي شيء يرضي الله. لكن بعد ما بحثت فضل الله وجدت أنه ما في مقارنة أصلا بين القرآن الكريم وبين كتب اللي عند أحبابنا اللي هن إخواننا بالإنسانية وإخواننا بالإيمان. فربنا يجعلنا دائما باحثين عن الحقيقة أينما كانت، ودائما يجعلنا صادقين بنوايانا وما عنا اتباع للهوى أبدا. وربنا يوفقنا ويوفقكم لاتباع كل وسائل النجاح والسعادة بالدنيا ومن ثم الآخرة، والحمد لله رب العالمين.